أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجكم ثقافتنا العلمية. نرحب بكم في هذه الحلقة والتي هي بعنوان العلم من منظورنا. لما نقول العلم من منظورنا، أرجو أن لا يتجه تفكير الواحد منا إلى أن منظورنا أقصد فيه كمسلمين، ولذلك لا يأتي أحدهم يقول ها في علم إسلامي وفي علم غير إسلامي. طبعا هذا عندي أنا أبدا لا أقصده، ومرفوض رفض تام أن أسمي علم إسلامي، فيزياء إسلامية، كيمياء إسلامية، أبدا لا وجود له. العلم علم، يجب أن أحدد شنو أقصد في العلم الآن. أقصد فيه العلوم التجريبية لا غير، وهذه العلوم التجريبية تعتمد على أسس، وهذه الأسس صحيحة سواء كنا في اليابان، في طوكيو أو بالكويت أو في المريخ أو أي مكان آخر، لا يهم، ولا يهم من يعمل معه، سواء كان ملحد، مؤمن، بأي ديانة، بأي قومية، لا يهم. العلم موضوع خارج تفكير الإنسان بمعناه العلمي، لا يؤثر ولا يتأثر فيه، شيء خارجي ولا علاقة له بأفكار الناس. إذن التقيد بالعلم اللي هو شنو؟ يعتمد على المشاهدة والتجربة والنظريات إلى أن تخرج بصيغة النهائية اللي يتفق عليها العلماء. هذا هو العلم اللي احنا قاعد نتكلم عنه. لكن لما أقول العلم من منظورنا، شنو أقصد فيه؟ البنية الفكرية اللي تعتمد عليها، هذا هو الاختلاف. يعني أنا كإنسان أؤمن بخالق أو أؤمن بغيب، وإنسان آخر لا يؤمن بغيب ولا يؤمن بأي خالق، بالنسبة للمنهج العلمي لن نختلف، لكن بالنسبة للأساس الفكري نختلف. مثلا فارق كبير بين رأي علمي أو رأي عالم. الرأي العلمي لا علاقة له بالشخص، أما الرأي العالم قد يكون من بني على أساس فكري وليس على أساس علمي. يعني ممكن يكون عالم يقول لا 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 ما في شيء اسمه معجزة، هل هذا يعتبر رأي علمي أم رأي عالم؟ لا، هذا يعتبر رأي أهوى، لأنك بالعلم لا تستطيع أن تنفي المعجزة، وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تثبت المعجزة. فإذن العلم مختلف عن الفكر. الآن العالم اللي نعيش عليه مع الأسف الشديد اللي قاعد يوجهون ويقودون العلم، قاعد يقودونه من ناحية أنهم ملتزمين في القواعد العلمية، هذا شيء ممتاز ومطلوب، يجب أن لا نحيد عنه، لأن هذا موروث، وموروث قوي وصلب، ويعتمد عليه للحصول على نتائج صحيحة. لكن الاختلاف في شنو؟ الاختلاف في البنية الفكرية اللي عند الناس هذه. يعني الحضارة الغربية تنظر للمادة على أساس أنها مو فقط هي أحد مكونات الكون، هذا مو بس أحد مكوناتها، لا، جوهر الأشياء في الكون، جوهرها. إذن فقط حسب النظرة الفكرية هذه، البعد المادي للكون فقط. السبب لأنه هو الجزء الوحيد اللي ممكن قياسه والتكلم معه وأخذ وعطى في البيانات والأفكار والمعرفة. فلأنه الجزء الوحيد اللي نقدر نتكلم عنه باللغة اللي قادرين نتواصل معه ونقدر نخضع للتجربة، فصار أساس فكري أنه فقط المادة موجودة. هذا هو الاختلاف. مثلا العالم اللي يشتغل في هالأمور هذه لا يرى ما وراء المادة، فقط عنده المادة. إذن هذه ناحية، تأثيرها شنو؟ تأثيرها أن هذا الكون
ما في أي غاية، ما في أي هدف، مجرد مواد تجمعت على شكل غازات، مجرات، نجوم، صخور إلى آخره. أكثر من هذا ما في. فإذا أفرغ الكون كله من بعد ما وراء المادة، بعد يربطه بخالق للكون. في هذه الحالة المشكلة شنو هي؟ المشكلة أن كل نظرة مخالفة لهذه النظرة يعتبرها الإنسان ذو الفكر المادي أن هذه أساطير، خرافات، لا تخضع للعلم إلى آخره. وإحنا قلنا العلم لا يستطيع أن ينكر أو يؤيد ما وراء المادة. الناحية الثانية اللي صارت المشكلة في الحضارة الغربية أن صار تأليه للعقل. إحنا ما نختلف على أن العقل شيء أداة مهم جدا للإنسان وبه يتميز عن سائر المخلوقات، لكن تحول أداة العقل لفهم ظواهر طبيعية إلى تحكم وتفسير وغيره ما يمكن، كأنه صار إله جديد لا يسأل عما يفعل. لذلك يقال أن الفيلسوف الألماني نيتشه قال صنع الفلاسفة صنما جديدا هو العقل. لما صار العقل إله في نظرهم صار يعتمد عليه في حل جميع المشاكل. طيب لو المشاكل ما انحلت، هنا تصير المأساة، هنا تصير المشاكل. العلم شنو؟ العلم هو عبارة عن نشاط من أنشطة العقل بالنهاية. هذه مقدمة مهمة عشان نعرف شنو أقصد فيه البنية التحتية للفكر المادي. أرجع للأساس الفكري. الحضارة الغربية لما بدأت تتطور في العلوم صارت فكرة أو نظرية نيوتن، بعدين دخلت فلسفة ديكارت، بعدين دخلنا على منهج بيكون في التجربة. فصار ترتيب على أن النظرة كالتالي: بالنسبة للنظرة نيوتن الكون عبارة عن آلة ضخمة، بالنسبة لديكارت الثنائية عنده روح جسد، مادة عقل، عاطفة عقل، بالنسبة لبيكون منهج تجريبي خالص، وكان ينظر للطبيعة على أنه عدو. فإحنا الإنسان يبي يقهر الطبيعة، يغزو الفضاء، ينظر على أن في عداء. ليش النظرة هذه؟ هني المشكلة صارت شنو؟ ظن الإنسان أن العلم راح يحل كل مشاكله وراح يجاوب على كل أسئلته. فلما صعبت على الأسئلة صار في حيرة. يعني السؤال مثلا كيف خلق الكون ممكن، لكن لماذا خلق الكون لا يستطيع العلم إجابة عليه، ولذلك يتوقف عن الإجابة مثل الأسئلة هذه، وبالتالي يحتار الإنسان فيحتاج إلى بعد آخر. للتواصل مع برنامجكم زوروا موقعنا www.alihsain.net www.alihussain.net أو من خلال الرسائل النصية على هاتف 5599-2103. عزيزي المستمع، قلنا أن الإنسان ظن أن العلم راح يحل كل مشاكله، ولما تروح سؤال لماذا خلق الكون، ما هو مصيرنا ما بعد الموت، هذه الأسئلة لن يستطيع العلم أن يحلها. لذلك في فيلسوف ألماني اسمه مارتن هيدجر، مولود سنة 1889 وتوفى سنة 1976، قال في آخر حياته لما وجد نفسه في هذا المأزق الفكري قال: وحده الله قادر على إنقاذنا. فإذن توجه مرة ثانية إلى ما هو خارج إطار المادة.
طيب الآن ما هي الأسباب التي أدت بالحضارة إلى هذا الوضع؟ المشكلة في الحضارة هذه أنها مي حضارة محلية، صارت حضارة للبشر تؤثر على كل البشر. وهذا حقيقة رأي استفدته أنا من الدكتور مصطفى المرابط، مدرس بكلية العلوم جامعة وجدة بالمملكة المغربية. كان في لقاء بحث عن هالموضوع وأنا أمانة استفدت من أفكاره، لذلك أشير إليه حتى لا يبخس حقه. مشكلة هذه الحضارة أن أخذت الطابع العالمي. لو حدث خطأ، ما يحدث خطأ فقط لأصحاب الحضارة أو المنتجين للحضارة هذه، يحصل خطأ لجميع البشر. إذن الحل، لو الحل ما جاء من أصحاب الحضارة، لابد البشر الآخرين يجاوبون، يحاولون الإجابة على السؤال هذا، وهو أن تعال النظرة لم تكن ولن تكون فقط مادة. العقل ليس هو الحكم النهائي، لذلك يجب أن نخطو خطوة ثانية. لكن نفس هالعلم هذا وتطور العلمي فتح آفاق ثانية. أرجع إلى النظرية النسبية ونظرية ميكانيكا الكم أو فيزياء الكم. هالنظرية هذه وهل فيزياء الكم والنسبية كانت في حدود من سنة 1905 إلى 1920-25. في هالعشرين-25 سنة كانت ثورة علمية ضخمة بالفيزياء، وهي التي غيرت نظرة الإنسان الأوروبي الذي بنى أساسه على أن الكون آلة ضخمة، وفرانسيس بيكون اللي قلنا عنه. إذن في فيزياء الكون، في فيزياء الكم، اكتشفنا أن 1 الكون ليس آلة، 2 الشيء لا يوجد بحد ذاته وإنما يوجد في علاقة، والعلم مطالب أن ينظر إلى هذه العلاقة. أنا حتى أعطي تصور لميكانيكا الكم أو فيزياء الكم لأن هي من الأمور الصعبة جدا، والآن صار لها 80 سنة تقريبا إلى أن ترسخت في عقول الفيزيائيين، وبكل أمانة من الصعب أن يدركها من ليس هو في هذا التخصص. لكن أقرب الصورة، الشيء اللي نقوله بكل بساطة عن عالمنا الآن، مثلا الشيء موجود في النقطة الفلانية، لكن لما نتكلم عن ميكانيكا الكم نقول احتمال موجود في المكان الفلاني، الاحتمال أكبر يكون هني، احتمال الأصغر يكون هني. الشيء ممكن يوجد في مكانين في نفس الوقت. يعني مثل هالقوانين هذه خرجت بإطار التقليدي اللي قاعد نشوفه إحنا، مع أن، وهذا الشيء العجيب، أن أساس النظرة إلى الوجود هي بنظيك ذيك النظرة اللي ترجع إلى الأجسام دون الذرية، لأن هناك الموجة، المادة، الكتلة، كل لها مفاهيم تختلف عن مفاهيمنا. المكان، السرعة، كل هالأشياء هذه، مثلا السرعة لها علاقة بالموقع والموقع له علاقة بالسرعة. أنا ما أبي أدخل في هالتفاصيل هذه لأن لازم نراعي الوضع اللي قاعد نتكلم عنه والوقت، لكن بالنهاية فيزياء الكم هو الذي حدد أن الكون ليس بآلة. أثبت فيزياء الكم أن العقل لا يستطيع أن يلم بجميع الأمور. ليش؟ مو أن في دين يمنعه أو في رأي يمنعه، لا، لأن الطبيعة نفسها، هذا الوجود، هذا الشيء المادي محكوم بمبدأ اسمه بالإنجليزي uncertainty principle، مبدأ اللا يقين. ماكو شيء واضح 100% أنه يكون يقين 100%، هناك دائما في نسبة خطأ. فإذا فيزياء الكم قربت النظرة العلمية للنظرة الميتافيزيقية، نظرة خارج الإطار المادي. لذلك بالنهاية شنو هي المادة؟ جدا من الصعب إجابة على السؤال هذا. إذن ما هو الحل؟ كيف الخروج من هذا؟ الحل لابد من إعادة البنية التحتية في التفكير. يجب أن لا تقتصر الفكرة على المادة. لذلك العلم من منظورنا، أقصد في هذا أن ينبني كفكر مو كعلم، العلم التفقين عليه كفكر
تكون بوضع آخر. ولذلك أنا أسأل بأي حق يحتكر البعض النظر إلى العلوم من وجهة نظر المادة؟ ما له أي حق ولا عنده دليل. إذن الواقع ثبت أنه يرفض هذا الشيء. حتى في عهد نيوتن، بالمناسبة كان نيوتن إنسان متدين، لما بنى نظامه الجاذبية والقصور الذاتي إلى آخره، تكلم عن الفضاء المطلق. الفضاء المطلق معناها رجع إلى الميتافيزيقية. فإذن بالنهاية يجب أن يرجع العالم إلى ما دون ما بعد المادة. حتى نظرية أينشتاين احتاج إلى شيء مطلق، وهو سمى أو مو هو سمى، معروف في النظرية النسبية أن الفضاء السرعة المطلقة هي سرعة الضوء، هذا هم مطلق. تعال حق ميكانيكا الكم أو فيزياء الكم، هناك أمور لا نستطيع تفسيرها بتفسير مادي محض مثل ما كنا قبل. إلى ودرجة أنا أنقلها من مقابلة الدكتور اللي ذكرتها، يقول دائرة المعارف البريطانية تشير صراحة بالقول يميل العلم المعاصر إلى الابتعاد عن مذهبي المادية والميكانيكية والاقتراب من الاعتراف بغير العوامل الميكانيكية في ظواهر الطبيعية حتى الظواهر الفيزيائية، يعني ابتعدنا عن المادة المحضة. إذن كيفية الخروج من الأزمة هي، أنا شخصيا أتكلم عن نفسي الآن، أجدها أن هناك القرآن هو اللي يحل هذه المشكلة، لكن كيف هذا ما أراه بعد قليل. للتواصل مع برنامجكم زوروا موقعنا www.alihsain.net www.alihussain.net أو من خلال الرسائل النصية على هاتف 5599-2103. عزيزي المستمع، ذكرت قبل قليل أن يتكلم من وجهة نظر القرآن، فشنو هي النظرة اللي تعطينا أو ننظر لها من القرآن في المجال هذا؟ اللافت للنظر أن الإنسان والطبيعة، الإنسان والكون ما في صراع. لاحظ الآيات اللي تقول لنا تفكر، قل انظروا ماذا في السماوات، سخر لكم ما في السماوات، يعني الأمور مسيسة لنا، مسهلة علينا، احنا مفروض ننظر، نفكر، نتدبر. احنا مخلوقات لنا ثقل خاص، في شيء خاص فينا يميزنا عن مخلوقات اخرى، وهو العقل، الإرادة، التفكير، التدبير، التأمل. نروح نهجم على الطبيعة كأن في صراع؟ ايضا لا تاخذنا البهرجة والكون كله بهالشكل هذا، بس نشوف الكون بهالعظمة شنقول هتعودنا سبحان الله، فورا في كلمة سبحان الله عندنا. من وين يا هذه؟ من تربية دينية في أنفسنا، من تعظيم. فإذا ما تصير نظرة مادية جافة للكون. أيضا هناك ما وراء هذا الظاهر. أذكر الآية اللي تقول لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا لهذولي، حق منو نسجد عيل؟ اسجدوا للذي خلقهم. فعلا منطق، أنت كبر في عينك أنه والله شفت القمر بهالشكل تخضع له، أو شفت الشمس بهالعظمة وكأنه ساخنة وشي تخضع لها الشمس؟ لا لا لا، شيء طبيعي أن اللي خلقهم هو اللي أعظم. فقاعد يوجهك توجيه من الطبيعة إلى ما وراء الطبيعة، هذه هي النقلة المطلوبة. لو قدرنا ننتقل من هالنقلتين هذولي لأمننا التوازن في حياتنا وعرفنا مستقبلنا. وأنا راح أقولها ليش. مثلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده،
ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا هذا الأشياء اللي قاعد نشوفها لا تشوفها بنظر أنك أنت بتهجم عليها وتبي تدمرها، لا، هذا جزء من الخلق، هذا قاعد يسبح. أيضا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أوحى لمن؟ للأرض، الأرض جماد. أيضا لما الله سبحانه وتعالى يسأل يوم القيامة عن الجوارح شنو يجاوبون؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطق كل شيء. فإذا لا ننظر للجماد كأنه شيء واضح وسهل، لا، مو بالطريقة هذه. لاحظ عزيزي المستمع، أنا راح أذكر لك الهدف للعلم في القرآن شلون نظرته. أغلب الآيات التي تتكلم عن علاقة بين العقل والنظر إلى الكون هي إما لمعرفة الله أو معرفة اليوم الآخر، وأنا راح أعرض لك الآيات وأنت أحكم. راح أقرأ الآية أنت أحكم بنفسك. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها أن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. معناها واحد ينظر إلى المظاهر الطبيعة فورا لازم يعقل. يعقل شنو يعني؟ ينتبه ما وراء الطبيعة. أيضا آية أخرى: واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لحق منه لقوم يعقلون. ربط العقل مع مشاهدة الطبيعة، تلاحظ الطبيعة شنو مظاهر فيها، إذا استنتجت وربط بينهم فأنت العاقل. أما إذا قلت هذه مادة صماء وما وراءها شيء فأنت متهم بعقلك. أيضا بالنسبة للربط مع الآخرة، شوف التنبيه على اليوم الآخر، لأن هذا مستقبلنا، شئنا أم أبينا، اعتقدنا أم لم نعتقد، راح نروح لهالمستقبل. لا تعتقد أن في يوم آخر، راح يصير يوم الآخر. مثل واحد يعتقد أن باشر ما تطلع الشمس، اعتقد راح تطلع، راح تطلع. يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. إذا صار ربط بين خلق السماوات والأرض وبين لقاء الله. أيضا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات. الهدف: لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ترى هالمقدمة هذه كلها علشان تنتبه أنك أنت راح تلاقي ربك. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. أيضا آية في هالمعنى هذه وحقيقة مهمة جدا، أنا أشوفها جدا عميقة: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. مو ينظرون بس في السماوات والأرض، لا، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. شنو بعدها؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربط بين السماوات والأرض والخالق والمستقبل، ربط مع بعض، نظرة كاملة، مو نظرة مادية جافة كأن إنسان حابس نفسه في قفص من حديد لا يرى ما وراءه. أنت قاعد تحبس نفسك بنفسك، الله جاء يحررك. نعم الدين استغل استغلال سيء، حتى القرآن تفاسيره استغلت استغلال سيء مع الأسف الشديد، لكن شوف أنت شلون تختار، أنت شلون تنظر. أنت راح تبعث، أنت راح تموت، أنت راح تحيا، أنت راح تحاسب بغض النظر عن شو راح يصير. للتواصل مع برنامجكم زوروا موقعنا www.alihsain.net
www.alihussain.net أو من خلال الرسائل النصية على هاتف 5599-2103. عزيزي المستمع، هذه آخر حلقة من هذه السلسلة تحت برنامج عنوان ثقافتنا العلمية، واخترت أن تكون هذه الحلقة بهذا الجو، بهذه العلاقة بين العلم والدين والإيمان والنظرة هذه، حتى أكون أديت خدمة قدر الإمكان بأن أوضح أن النظرة المادية نظرة خاطئة، وخاصة الشباب لا ينخدعون باسم العلم بهالنظرة هذه. وأنا أستغل هالمناسبة هذه لأشكر إذاعة الكويت على إتاحة مثل هذه الفرصة، والحمد لله رب العالمين.